en développement social, ce qui fait que les montées en radicalisme et en extrémisme religieux sont à la portée quotidienne, et s'y poussent automatiquement à des instabilités de type sécuritaire qui après amèneront à la troisième qui est l'aspect migratoire. Aujourd'hui, le Maroc, contrairement à d'autres pays, et je peux nommer un pays qui n'est pas cœur parce que je me suis pour moitié, par exemple la France a mis en avant une opération militaire pour essayer de stabiliser le Mali. Donc on est au niveau de l'opération Serval qui a fait du Barkhane, et donc c'était une opération de hard power qui a été suivie après par d'autres. وغيرها من المدن الجنوبية جوهرة المغرب، وأنا زرتها كان لي شرف زيارة كل هذه المدن. دورنا كصحافة عربية تعريف العالم بمن هم العائدون من تلدوف الذين عادوا إلى حضن وطنهم انخرطوا فيه، وحكوا حكايات سمعتها أنا منهم بنفسي، حكايات تشبه قصص الأساطير عن الحياة داخل مخيمات العرب، عن اختطافهم من طرف النظام الجزائري وعدم منحهم بطاقة لاجئ خشية هروبهم ولجوءهم إلى أوروبا، بل وصل الأمر إلى أنهم رفضوا حتى إجراء حصر سكاني لهم، فعاشوا كما الأشباح في زاوية مجهولة مهمشة على ظهر هذا الكون. ومقطع أحد الحكم الداخلي وإتلاف روحة الانتصار والخريطة المصير، وكنشكر كل من ساهم في من قريب أو بعيد. نشكر الزملاء المتدخلين واشكر الحضور الكريم. المداخله ديالي تم الاشاره اليها واقع ترافع الاعلام الوطني والحاجه الى خبراء الوحده التربيه. اكيد على اننا نعاني جميعا من قصور الدبلوماسيه الموازيه. صحيح أن هناك عدة جمعيات وعدة هيئات وعدة منظمات تسعى جاهدا لكي تدافع بشراسة عن الملف ديال الدولة التركية. صحيح أن هناك شخصيات ثقافية وفنية وغيرها لها ظهور وازن خارج أرض الوطن من أجل بطبيعة الحال أن نوصل إلى الرأي العام الدولي على اننا ندافع عن قضيه مشروعه وهي قضيه الوحده الترابيه وهي قضيه البلاد الامه. لكن ما نجده على ارض الواقع، وهنا ساكون صريحا معكم، هناك قصور كبير على المستوى الاعلامي. يعني ان الدبلوماسيه الاعلاميه لا تشتغل بالطريقه التي يجب ان تشتغل بها. شأنها شأن الدبلوماسية الحقوقية والحزبية والسياسية وغيرها من الدبلوماسيات المفروض أن تكون داعمة للدبلوماسية الرسمية التي ترأسها بطبيعة الحال العاهل جيل بلاد الملك محمد السادس، والتي يسطرها معه ويطبقها ميدانيا وزير خارجيته وكل الأطر الكفؤة في هذه الوزارة وكذا داخل السفارات المغربية خارج أرضها. أستاذ كاتب وصحفي، اليوم أنا بمدينة سطات من أجل المشاركة في الندوة الوطنية اللي كتكلم على الحكم الذاتي، والمداخلة ديالي كانت اليوم كتتعلق بواقع الترافع الوطني الإعلامي والحاجة إلى سفراء ديال الوحدة الترابية. فبطبيعة الحال كاين قصور إعلامي على مستوى الدفاع والمساندة للقضايا الكبرى ديال البلاد على الصعيد الوطني، وانا جيت هنا باش نعطي واحد المداخله قيمه راه غادي يدوزوها حتى في شي كتاب عندهم في 12 صفحه. حاولت ما امكن اتكلم شفويا باش ما نضيعش الوقت. فكان الحديث بطبيعه الحال على واحد لا كرونولوجي ديال الاعلام اللي كان بدا بصفه مختجله
ملي بدات استرجعنا الصحراء المغربيه في 1975، وكان الملف تقريبا بيد النظام. من بعد تدريجيا بدا خرج الحكومه لبعض الاحزاب، من بعد ولات بعض الشخصيات الاعلاميه بعينها هي التي تترافع في هذا الموضوع، وتترافع بخجل وما كانش عنده يعني الاليات اللازمه. الان احنا بطبيعه الحال ممكن على اننا نترافعوا، لكن بناء على اليات صحيحه. من اجل ذلك انا صيبت ذاك الكتاب الوحده الترابيه قضيه المغاربه الاولى، اللي فيه كل ما يلزم من اجل القضيه، لا على مستوى الحكم الذاتي، لا على مستوى الملحمه المسيره ديال الخضراء اللي في ادق التفاصيل ديالها، لا على مستوى الشهادات الحيه ديال بعض المدنيين والعسكريين اللي كانوا محتاجين بتندوف، لا على الصعيد الكرونولوجي ديال الملف ملي بدا حتى لدابا، ولا على الصعيد كذلك الجهه الشماليه، حيث لا قليل من يتحدث عن سبتهم اللي هو 21 جزيره، ونحن نعلم على انه تقسيم الترابي ديال المملكه في 12 جهه. حتى الجهه ما كتحدث على سبتهم ليليا، يعني حتى الجهه ما فيها سبتهم ليليا. فحتى لو كانوا المدينتين والجزر محتلين، فخصنا نذكروا الاحفاد ديالنا والاحفاد ديال اولادهم على اساس ان هذوك المدينتين وهذوك الجزر راهم مغربيه. اذا ما فيها باس الا تم احداث واحد الجهه 13 نسميوها الجهه السليبه، ونحطوا الوالي ديالها بطنجه او بالرباط، سوري غير ديك العصا في الرويضه، كومكو هذيك راه ديالنا، ما غناخذوهاش اليوم وغياخذوها اولادنا غدا. تحدثت بطبيعه الحال كذلك على واحد الواقع اللي خصنا نعرفوه، على انه ولا دوله في العالم تريد المغرب ان يهنأ بصحرائه، ولا دوله في العالم تريد ان تكون هناك دويله اسمها بوليزاري. يعني كل الدول التي تتدخل فهي تتدخل في اطارات تهمها هي، من اجل الحصول على مكاسب، اما من اجل التضييق او الابتزاز او المضايقه، والهم والهدف ديالها هو انها تاخذ مكاسب من الملف فقط. لذلك علينا ان نكون قوه واحده. احنا تبارك الله المغاربه كلهم اطر وكفاءات ومستويات عاليه. صحيح لاننا في بلادنا نحارب الفساد، نحارب وكذا، نعم، ولكن نحارب الفساد، نحارب الفساد الاخر الدخيل، نحارب المدسوسين، نحارب الجواسيس، نحارب الخونه، نحارب الغرباء الذين يتحدثون في ملفات داخليه ديالنا وكيولوا بحال هما اولياء امورنا، بينما نحن نعرف ما نريد، وهم فقط يسعون الى زرع الفتنه. خصنا نكونوا قوه واحده، وخاصنا نشكلوا سفراء ومدافعين حقيقيين على الوحده الترابيه. وما يمكنش مثلا عام مغربي جالس في قهوه مع فرنسي كيتناقش معاه في ملف الصحراء ما كيلقى ما يقول ليه، يقول له الصحراء مغربيه وكيحبس، بينما خص يقول له علاش مغربيه، خص يكون عنده الاليات، يكون عنده كذا، وهذا ما ينقصنا. لذلك انا دعوت اولا احداث مرصد وطني اعلامي ديال الاعلاميين للدفاع عن الوحده الترابيه. ثانيا وصيت على انه يجب احداث انديه ديال سفراء الوحده الترابيه داخل جميع المؤسسات التعليميه المدرسيه منها والجامعيه. ثالثا على جميع الكائنات الفاعله في المغرب الحزبيه والسياسيه والحقوقيه، عليها ان تضع في برامجها جزءا واحد البرنامج للدفاع عن الوحده الترابيه وللترافع، وليس لاجل انتظار باش نديروا بلاغات على طمن الحكومه، ولا نديروا بيانات ولا كذا، ولا نتسناو باش نصدوا هجوم ديال واحد الخائن ولا واحد العدو ديالنا. خاصنا نكونوا حنا في المقدمه، نعطي تشخيصا واقعا للوحده الترابيه ديالنا، وندافع عنها بواحد الطريقه كبيره. لماذا؟ لان برا في الدول الاوروبيه والامريكيه المواطن هو الذي يصنع الحكومه، هو الذي يصنع النظام، وبالتالي لا استطعنا نتواصلوا معه في اطار جمعيات، في اطار الكليات مثلا، كليات والمعاهد عندهم توأمات وعندهم اتفاقيات مع كليات ومعاهد برا في الخارج. علاش ما يديروش انديه ديال سفراء المغرب ويبداو يخرجوا عندهم في اطار لقاءات عامه، ويدخلوا هذا البند ديال الحديث عن الوحده الترابيه، وبالتالي كيولي عندنا واحد القوه اعلاميه او ما يسمى بالدبلوماسيه الاعلاميه. إذا ولات عندنا دبلوماسيه اعلاميه اكيد على اننا سنستطيع الترافع وسنقوي واقعنا ونحفظ مغربنا. وشكرا. عز صحفي مصري، عضو نقابه الصحفيين المصريين واتحاد الصحفيين العرب، سعيد اليوم بمشاركتي في ندوه التي نظمتها مؤسسه جزور لمغاربه العالم في مدينه سطات. النهارده نتحدث عن دور، او انا اتحدث في جزئيه دور الصحافه العربيه والدوليه في التعريف بمبادره الحكم الذاتي بما وصلت إليه الأقاليم الجنوبية من تنمية. بحكم أني زرت هذه الأقاليم، زرت العيون، طنطان، زرت قلميم، الدخلة، بيركندوز، العرب
عرقوب، زرت أماكن كثيرة، شفت حركة التنمية، شفت العائدون من تندوف اللي عايشين بخير في المغرب وانخرطوا في المغرب، سمعت منهم ما يحدث في مخيمات تندوف، سمعت منهم ما لقوه هناك، سمعت كيف يتعامل معهم قادة البوليزاريو وحتى قادة الجزائر. تفاصيل مهمة يجب، أو أنا في رأيي أن الرأي العام الدولي يجب أن يعرفها، والرأي العام العربي يجب أن يعرفها، وده دورنا كصحفيين لنقله. قضية مغربية الصحراء قضية تجاوزناها، الصحراء مغربية بالواقع بالتاريخ بالجغرافيا بحكم أبنائها القبائل، الحكم الذاتي مطبق منذ سنوات طويلة، القبائل هي اللي بتحكم. إنما اليوم ما يهمني أن يعرفه الرأي العام العربي أولا ثم الدولي ما وصلت إليه الأقاليم الجنوبية تبارك الله في الدخلة في جلميم، شفت التنمية وشفت المزارع وشفت تحلية مياه البحر للفلاحة، شفت الصيد، شفت السياحة، حاجة بديعة جدا. ولذلك حتى كلمة صحراء أراها ظالمة، الأقاليم الجنوبية تبارك الله شيء بديع جدا، حتى أدعو المغاربة لزيارتها. هذا ما أرى أن الصحافة العربية معنية بأنها توصله. لا أنكر أن الصحافة العربية لسنوات طويلة لم تكن منحازة للقضية، وكان يجب أن تنحاز لقضية الصحراء المغربية، لم تعني كثيرا بنقل ما يحدث في الأقاليم الجنوبية من تنمية في ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطال عمره، وده ما يجب أن نتداركه في ظل الصحافة الإلكترونية وصحافة السوشيال ميديا التي أصبحت أوسع انتشارا. رحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عزيز وهبي رئيس مؤسسة جذور لمغاربة العالم. شكرا لصوت العدالة على تغطية هذه الندوة المهمة التي تنظمها مؤسسة جذور لمغاربة العالم بمركز الندوات التابع لجامعة الحسن الأول. هذه الندوة يحضر أو ينشطها أساتذة أجلاء من مختلف الجامعات والمختصين والأكاديمي والباحثين من الجامعات المغربية وكذلك من خارج الوطن، أساتذة وخبراء من إسبانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا ومن مصر الشقيق جاونا اليوم للسطات كيقولوا بأن مقترح حكم ذاتي هو يعني المشروع الوحيد والأوحد والأنسب والدقيق والصحيح، يعني ما لا يعني ما فيش يعني، لأنه اقتنعت به مجموعة من الدول، وخير دليل على ما أقوله هي القنصليات التي فتحت اليوم في الجنوب. الجنوب اليوم يعرف واحد تطور كبير، واحد الازدهار كبير. الجنوب اليوم في أوراش كبرى غيرت يعني وجه الجنوب والمغرب في العالم، هناك استثمارات كبرى تضخ في الجنوب وما يسمى بالاقتصاد الأزرق. إذن صراحة لدينا الكثير كما قالوا الأساتذة، وسنخرج بتوصيات وسنوزعها إن شاء الله في الإعلام وكذلك لمغاربة العالم، ويعني نشكر كل من دعم وساهم في هذا المشروع من مجلس الجالية وكذلك عمالة إقليم سطات وجامعة الحسن الأول والمجلس الإقليمي وغيرها من المتدخلين. إذن صراحة نحن سعداء بهذا الإنجاز الكبير، وهنيئا لمغاربة العالم وعلى وطنيتهم العالية والكبيرة في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة.